الخبر الاول اللي عدنا عن غيث مروان ودخوله للمستشفى. فغيث نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات اللي كانت من داخل المستشفى، وطبعا ما يعرفوا من هذا الشخص، فهذا الشخص هو يكون اخو غيث مروان، ولكن غيث ما قال لنا شنو سبب دخوله للمستشفى. ولكن الحمد لله بعدها نزل هذا الستوري الكاتب بيه دايما بخير، شكرا لكل شخص قاعد يسال. الف الحمد لله على السلامه، ولا تنسوني حبايب تدعوا لي بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان يلم من خلالها انه راح ينزل مقطع باكر، راح ينزل الساعه الأربعة، وبحسب ما يقول انه هذا المقطع راح يكون كلش خرافي وانه مستحيل من عنده. طبعا راح يزعل قناة الاساسية وراح احط لكم هذه الاستوريات تشوفوها. واخيرا انا طلعت من البيت من الحجر. مهم بكرة في فيديو راح الجزء الثاني لنحن نطبخ والبنات يدوقوا، فيديو كتير رهيب وحلو وطويل وما راح تمل منه ابدا، وراح اتمنى يكون طوله ساعة. الخبر الثالث اللي عدنا عن ابو فله وصول قناته باليوتيوب لل 12 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبال ملايين يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب تباركوا له بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستار. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كانت بهذه الصوره، واللي تعرضت من خلالها للتهجم بشكل مو طبيعي. فلو لاحظتوا بهذه الصوره انه ملابس نور ستار بالصوره كانت كلش شفافه، وانه نوعا ما مبين من جسمها. طبعا هذا الشيء تكرر باكثر من صوره من الها، فلهذا المتابعين شويه عصبوا وصاروا يتهجمون عليها. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل هي تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن كشف حقيقه شادي وهيا. هذه القناه العائليه هم خفت اسمها انس واصاله من التعليقات اللي عدها، وبهذه الحاله يا حبايب تنضم لكل قناه العائلية اللي خافين اسم انس وصالة من التعليقات اللي عدهم. اما بالنسبة للاشخاص اللي راح يسألون عن الدليل، فلندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيع التعليقات ونكتب كلمة انس وصالة، بعدها نروح على كلمة الاحدث اولا عمو تحفة التعليقي وتعليق الاشخاص اللي علقوا ورايا. بعد ما نحفظ زين نروح نغير الحساب عمو نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات وروح على كلمة الاحدث اولا، فراح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فهل تتوقعون يا حبايب انه صاير مشكلة بين انس وصالة وشادي وهيا، فلهذا هم لاغين اسمهم من التعليقات، او انه سبب ثاني ما ادري صراحة؟ اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم سبب اخفائهم من التعليقات. الخبر السادس اللي عدنا عن ياسو قصفها الوسام تيكت. فياسمين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيه ما ينفع لما تتخانق مع شخص تروح وتنشر كل اسراره، بكل اسراره اللي يقولها لك حتى لو ما صارت تتكلم معاه وحصلت بينكم مشاكل خليك انسان كويس. كل انه هذا الدرس اليوم، وهواي من المتابعين صاروا يتوقعون ان هي تقصد وسام تيكت بكلامها، ان هي الوحيده صاير بين مشاكل فاكيد هو حاكي عليها. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل هي تقصد او لا. الخبر السابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وليش صارت تبكي. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات هي كانت تسوق خيل، ولكن بيسان كانت خايفه من هذا الخيل وانس شايب كان يخوفها، فهي صارت تصرخ وتبكي. على كل راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. البعد خيلك من عندي، لا لا انس لا لا تلعب معي، انس يا الله يا لا 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 وحياة امي علي لا لا بعدوا عني لا 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 يود 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 امشي شو نمشي؟ بس عم تدمع عيني لحالها يا الله. ليك سامي كمان لسه حصانه أبطأ من حصاني. وبس والله نوصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، شاركوا فيزي مقاطع من القصص، حطوا لايكات وبس مع السلامة.